مدارس الحصاد التربوي، المدرسة الأولى في المملكة التي تفتتح المسار الصناعي على القطاع الخاص. مشاغل هندسية مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية والعملية والمعدات الصناعية ووسائل السلامة العامة، لأنه أنا طموحي أصير مهندس. قبل ما أفوت الصناعي زرت مكتب المهندس عمر وأستاذ أحمد، استشرناهم على الموضوع، هم كثير أشادوا فيه لأنه منهاجه مخفف عن منهاج العلمي، فبيجي أسهل أنك تصير مهندس عن طريق الصناعي، وهو مواد كثير جميل. مهندسون أكفياء على قدر عال من الخبرة والكفاءة في المجال الصناعي.